اليوم محطتنا أتاليا بدنا نضوي على الإبداع السوري والابتكار بالأشغال اليدوية، فكل قطعة إلى حكاية بتتجسد بإبداع صبية امتهنت فن الأشغال اليدوية. وللطفل وزينة الطفل حالة خاصة عن مريم كربوج مصممة الأشغال اليدوية اللي هلا رح نرحب فيها ونتعرف أكثر على شغلها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي مريم. أهلا فيكي مريم، خبرينا بالبداية كيف امتهنتي الأشغال اليدوية وكيف تلاقيها وقديش مفيدة بالفعل لكل صبية ممكن يكون عندها وقت أو هيك هواية؟ هلا بالبداية هي كانت أول شيء يعني أنه طلعت هيك، يعني أنا بلشت أشتغل شوي شوي صافي تشجيع من الكل أنه أوكي عم يطلع معك شيء حلو واستمري كبري مشروعك أكثر وأكثر، فعملت صفحة على الفيسبوك وكبرت الشغل أكثر وصار يجي، يعني هو كان شيء بسيط وصار يكبر أكثر وأكثر، يعني كل إبداع بتحسي عندك بيطلع شوي شوي وبلش تمنيه أنت كل شوي، يعني هالشيء هو شيء كثير حلو. شو أول شيء اشتغلتيه وهيك ولقيتي عليه ردود أفعال شجعتك إنه تكفي؟ الهدايا كانت هي أول شيء، إنه كانت هدايا بسيطة كان أكثر شيء عليها طلبات وقصص، بعدين بلشنا شوي شوي بتنظيم الحفلات إنه نكون تنظيم الحفلة كله كامل من عنا، وهيك بلش شوي شوي يكبر الشغل. اليوم مريم يمكن كثير أشخاص بيحتاروا وقت يكونوا رايحين يباركوا لبيبي مولود جديد شو بدهم ياخذوا لهم، وبنفس الوقت كمان أهل البيبي بحبوا يكون في على سفرتهم وعلى طاولتهم زينة مميزة تعبر عن فرحتهم بقدوم الطفلة أو الطفل. اليوم أنت شو محضرتينا فيما يخص هذا الموضوع؟ اليوم اللي عنا ياهن هن يمكن أشياء تقليدية بس كانوا كتير شوية هيك روح جديدة، يعني على أغلب العالم وبتروح عند بيبي بتعطيه هدية أو شيء فبنقطوا مصاري، يعني فأنه هذا البوكس اللي هنيك هو عبارة عن قط مصاري بس محطوط هيك معه ورد وقصص، يعني غير الشيء التقليدي أنه يكون مثلا مصاري بظرف أو شيء، فهيك يعني منظر حلو وفكرة جديدة كتير مهضومة الفكرة. وهيك بيعرفوا العالم شو منقطين فورا بتنكشف القصة. خلينا نحكي كمان شوي عن الشغلات اللي هلأ عم نشوفها قدامنا، يمكن كمان في عندك أفكار عم تاخديها من الفيسبوك، إعادة التدوير كمان يمكن شيء مهم طبعاً. عندك بشغلك يعني هلأ نحن حنعمل عندي بهذا الستاند هن القطع اللي فيهم بونبون اللي ممكن يعني هي الأم وبيجيها البيبي هي بتحب كتير تساوي هي بإيدها، فمن فكرة كتير بسيطة نحن حنعملها أنه هي عبارة عن كاسة بلاستيك ومحرمة بس رح ندعبل هيك المحرمة نثبتها هيك هون بس شوية زيت، يعني عن جد السيدة وهي حامل بتكون عم تحضر لكتير أشياء، وبالفعل مثل ما قالت مريم إنه بتحب هي تكون عم تشتغل بإيدها لحتى يطلع شيء حلو ممكن تشوف حالها بشغلها. هلا عندي ورق كورنيش عادي بس بثبتها بلش اخذ الحواف كلها. اكيد بتركزي على الالوان كمان حسب ولا حسب انه بتحب الالوان اللي بتجذب هيك السيدات او الصبايا والشباب؟ بما انه بيبي فكل العالم بيروح نظره للازرق والزهري، بس ما حسيت كيف لازم نعمل شيء جديد يعني طبعا الفكره حاول انه قد ما كان حط لون جديد معه، يعني انا ما بحب دول الالوان بحط الموف الزهر بحط له فوشي كيوي. هلا الزهر هو اختصاص قريش، الزهر هو مشتقاته لو صبير لا خلص زهر بس بنحط له شريطه مشان نزم الطابه اللي هون. هاي الادوات كلها متاحه حتى بالمكتبه العاديه، بس انه بالاخير بتطلع معنا هيك بنحطهم على الستاند ونحط فيهم قطع البونبون والشوكولا شو بدنا نقدم نحن بنحط. حلو تمام، وفكره جديده بعيده عن الشيء الكثير شائع بالسوق. بسيطه هي انه الشيء الرسمي يمكن شوي اوقات بيكون يعني مع انه الصينيه يمكن بس عليها قماشه لونها زهر او مزينه شوي حواف الصينيه، هذا الشيء بيكون مقدم لحتى تنحط للضيافه. لا هيك طريقه كثير حلوه وجديده، خلينا نشوفها وخفيفه يعني ما ثقيله خفيفة يعني. وحتى اللي يمكن الضيافة مناسبة لكل شخص مقسمتها هي. هلا لأنه هلا في دارج الحفلات البيبي شاور، يعني هي قبل الولادة عم تصير، فعم كثير عم يضيفوا هيك أشياء خفيفة تكون يعني وبسيطة. كمان عم نشوف قريج اللون الأزرق أو النيلي اللي لفت نظري اللي فيه شوية لامع
شو بتستخدمي؟ شو الفكرة؟ هلا هذا هو تول بس في له ستراس وعطي لون قوي كثير. هذا للبيبي كمان؟ للبيبي. نحن حنغير عن السماوي فأنا اليوم بدي أعمل شيء هو النيلي مع الأصفر يعني ألوان مالها. هذا بيناسب للطفل. هلا إيه هلا ونكون رايحين على المشفى يعني بنكون قاعدين معنا شيء بسيط نوعا ما، فحنعمل وردات الشوكولا اللي هي عبارة انه عن حبة الشوكولا. هي نحن اذا رايحين نزور حدا ككادو وحابين ناخذ شيء معنا فبس حبة شوكولا ومحطوطة بسيخ. في عندي هون انا ورق الكورنيش بس رح قص منه شقفة. هي الاشياء عمليه بتدوم لوقت منيح او انه هلا بما انه احنا عم نستخدم الكورنيش وهيك فهي ما كثير وقت طويل يعني عرفت شلون انه الكورنيش بيجعد بينتزع مع الوقت بس يعني كثير بتلبي حاجتنا بوقتها بوقت سريع يعني ممكن انه تلبي حاجتنا مثل ما قلتي. هلا احنا بس رح نجيبها ملزقه بس من هون حتى ما لنا بحاجة لفرد سيليكون وهيك شالة يعني شالة عادية ممكن نقدر نسوي في زينتنا. ممكن قليل عالم لحتى يخطر ببالهم أصفر والنيلي دايما مثل ما قلتي مريم لا بيروحوا للأزرق. هلا رجعتينا لحصص الفنون ايه اللي كنا بالمدرسه. حلو حلو ومثل ما قلتي يمكن بوقت سريع اللي محتار انه شو بده يشتغل حتى يمكن اذا كان في حدا من الاصدقاء المقربين لاي صبيه انه ولدت فكمان حلوه الفكره انه تعمل هذا الشيء. حلو نقعد معنا مثلا على المشفى انه المشفى بتاخذ شيء بسيط يعني صحيح بس ومنحط لها يمكن السيدة اللي جايبة بيبي جديد كمان بتحب هيك قصص بتكون بتحب القصص الغريبة خاصة إذا مشغولة بالإيد تحس بقيمتها أكثر يمكن قريب تماما. هبز معها هيك على شكل وردة شكل وردة أنت عاملة يمكن هلا عاملة قبلون مشان الوقت هلا عندي أنا هون سلة تمام فيها هي حتى تلتو في يعني يستعيدوا عنا بأي شيء حتى يغلفوا؟ ايه هلا نحن حنساويها بقلب السلة في فلينة مشان تمسك الوردات يعني قديش مهضوم ان الواحد بس يتضيف شوكولا بتكون هيك محطوطه بقلب ورده ورده ومرتبه وسهل امتى ما بيحتار ولا بينقي فورا حتى حملانه خفيف هيك دغري الواحد ياخذها وفكرت تحطي الحروف شايفه حروفك تحطي حروف اسم البيبي فينا كمان نحط الحرف اللي بدنا اياه اسم البيبي او نكتب اسم بيبي تمام حلوه فكره يمكن اللميع اللي على هي عطيته شوي غرابه ريج وهلا في هدول استيكرزات شكل بيبي حطهم بس مشان نزين فيهم بقيان الحرف وهي الحرف مشان ما تزعلي تمام هلا بكيفه كل حدا عندهم هذا الحرف مريم انت وقتها تاخذي هيك هديه هيك بسيطه كيف تلاقي رده فعل العالم وقت الواحد بيشتغل بايده بقدم شيء من قلبك يعني هي بتكون كثير فرحه لانه الهديه ما لها بقيمتها يعني هي تكون هديه احيانا معنويه اكثر ما تكون حجمها المادي فهلا بعد ما خلصت تلفيها كلها حتى ممكن اي صبيه اذا عندها هيك ماشي يمكن من اي شيء قديم فيها تستخدمها كمان تمام حتى لو شيفون او اي شيء ما ايه هيك من اللفه بناخذها كلياتها وهي طلعت عنا زينه وهديه بسيطه ممكن ناخذها بوقت قليل معنا بوقت قليل وعن جد سهله يعني تصنيعها كثير سهل يعني في كثير عالم بيقولوا يا انا ما كثير لي خلق لهيك قصص وما كثير فيني اذا لكم خلق يمكن فيكم تعملوا الاشياء البسيطه اذا ما لكم خلق مريم تعملكم اياها مريم كمان
يعني كمان نموذج لبيبي هلا هيني هون هن غراض بيبي يعني غراض بيبي جراباته حسيت انه في شيء للبيبي بس حلو هالقصص بس كمان غير ما نحن نقدمها مناشف يمكن ايه المناشف تبعت البيبي دقونات دقونات مشان ما نقدمهم عادي كمان هيك سله فيها ورد ومطلعينهم قصص تغيير عن الشكل المألوف يعني هي كل القصص هدول تغيير نحن يا افكار كمان بسيطه مشان نغير عن الشكل المألوف مريم بوقتنا الحالي قديش السيدة يعني رغم الظروف يمكن اللي عم تمر فيها قدرت انه تتغلب على كل الصعاب وبتقدر تعمل شيء خاص فيها بتقدر تعين عائلتها كمان ماديا بهيك اشياء هلا هي المرأة السورية نحن كثير قوايا يعني رغم كل الظروف نحن بنضل عم نطلع شيء جديد دائما فهو شيء كثير حلو يعني غير الدراسة غير الموضوع انه يكون واحد يعمل شغل خاص له يعطي يطلع المواهب اللي عنده كل بني ادم فينا في عنده مواهب بتكون شوية مخفية يعني فبنطلعها بننميها اكثر اذا كلمة اخيرة اذا بتحبي تقولي اي شيء بالختام اذا عندك افكار او تطرحيها كيف فيهم يتواصلوا معك كمان للعالم وايضا شو بتحبي تقولي كل حدا عنده شيء طلعه ما يقول انه لا انا ما بدي ما حافشل مدري شو هذا الكلام ما بيفيد يعني عن جد بتكون من شيء بسيط الواحد عن جد بيكبر الشيء اللي عنده اياه كثير واي حدا بيحب الشغل هذا فيهم يتابعوني على صفحتي على الفيسبوك ميمي ديزاين وبس ميرسي كثير لكم ميمي ديزاين وبتقدري تساعديهم بكل المناسبات مو بس حتى هالمناسبه يمكن حفله تخرج او عيد ميلاد طبعا. او اي مناسبات ثانيه شكرا كثير لك مريم كربوج على هالاشياء الحلوه وهاللمسه الجميله ضفتيها لصباحنا ميرسي لكم شكرا لوجودك معنا وعلى هالافكار اللي هلا بيكونوا كل اللي عم بيحضروا ليولدوا كمان استفادوا منها وافكار جديده شكرا لوجودك معنا ميرسي لك